طيب علشان نعمل الوصفة بتاعتنا دي عايزين 2 بتنجان شرائح مشوي اهو زي ما انتوا شايفين، نص كيلو لحم مفروم احمر، ملح وفلفل وبهارات، ده بالنسبة للكفتة يعني لحم مفروم احمر ملح وفلفل وبهارات فقط. وعندنا هنا بتنجان مشوي، الصلصة معلقة كبيرة زيت زيتون، 2 حبة طماطم مبشورة، 2 كوب عصير طماطم، بصل مبشور ناعم بصلة واحدة، معلقة كبيرة صلصة طماطم، 2 فص ثوم مفروم، فلفل حار ده حسب الرغبة، ملح وفلفل وبهارات ورشة جوزة الطيب. هنحط فوقيهم كمان زبادي، فصلصة الزبادي عبارة عن 2 كوب زبادي و2 فص ثوم مفروم، وهنحط شوية صنوبر محمص وأوراق من البقدونس. دي كل الخطوات بتاعتنا. احنا طبعا في حاجات عملناها عشان خاطر مش هنضيع وقت واحنا قاعدين بنعملها. مسكنا طبعا زي ما انتم شايفين البتنجان، قطعناه شرايح رفيعه من غير تقشير طبعا، وشويناه على الشوايه من غير ولا اي حاجه، ولا اي زيوت ولا اي حاجه. تمام، ادي كده البتنجان. الكفته اخدناها حطينا لها ملح وفلفل وبهارات فقط وصبعناها بالشكل ده وحطيناها في الفرن برضو من غير اي زيوت ولا اي حاجة اهي. وهاخد دول نحطهم مع بعض في الفرن دلوقتي، وهنبتدي نعمل مع بعض. خلينا نحط دول بس في الفرن ونعمل الصلصة مع بعض عشان نحاول نخلص حاجتنا بسرعة. شايفين ولا اللحمة مفرومة حمرة حمرة اهي زي ما انتم شايفين، ما فيهاش دهن خالص ومن غير اي زيوت ولا اي حاجة. هاخدها احطها في الفرن على درجة حرارة 220، لازم تكون درجة حرارة عالية عشان ما تنزلش مية، وبتقعد تقريبا 20 دقيقة نقول. طيب دلوقتي كده احنا عملنا كذا خطوة، ناقص دلوقتي نعمل الصلصة الاولانية اللي هي طب صلصة الزبادي سهلة يعني. بس طيب الصلصة التانية اللي هنعملها اللي هي الصلصة الحمراء بقى اللي هنحطها في النص مع لفائف البتنجان بتاعتنا، ودي عايزين لها زي ما اتفقنا معلقة زيت زيتون. خلوا بالكوا كل الوصفة ما فيهاش غير معلقة زيت الزيتون بس هي اللي تعتبر دسم، يعني اللحمة جايبينها حمراء حمراء. معلقة خشب. طيب ناخد ايه؟ ناخد دي. هنحط البصل والثوم والفلفل الحراق قلنا اختياري. ازي البصل وهنحط الثوم وهنقلب. طيب دلوقتي احنا هنحط اول حاجه عندنا الطماطم المبشوره. الصوص دي بقى كده ايه يعني جميله وفريش. هنحط الطماطم المبشوره وهنحط معاها كده معلقه صلصه، يعني بس مش اكتر من معلقه يعني، بس يا دوب كده. وهنحط كل ده شايفين خفيف خالص، وعصير طماطم طازه. طيب هنحط دلوقتي شويه ملح وفلفل، ومعانا كريمه. اهلا يا كريمه. طيب حطينا يا جماعه دلوقتي الملح والفلفل، هنحط البهارات ورشه من جوزة الطيب. بهارات ورشة جوزة الطيب. لو حسيتوا انها شوية عايزة شوية مية بنقدر نحط لها نقطة كده ونسيبها تتسبك شوية بس مش كتير، عشان احنا مش عايزينها سايبة قوي. يعني هي كده قوامها حلو، بس هنسيبها على النار بقى ايه يعني 3-4 دقايق كده على ما تستوي. شوفوا انا هنا خدت الكفته بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، ولفتها مع شرائح البتنجان اهي. شوفوا كده بس عادي خالص، وحطيتهم هنا. نيجي بقى دلوقتي اخر حاجه هنعملها هي صلصه الزبادي، وما فيهاش حاجه خالص غير ان احنا هناخد الزبادي ونحط له تقريبا 2 فص من الثوم.